بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق. ورب الفلق هو الله، والفلق الإصباح، ويجوز أن يكون أعم من ذلك، أن الفلق كل ما يطلقه الله تعالى من الإصباح والنوى والحب، كما قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، وقال فالق الإصباح. من شر ما خلق. من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات، حتى من شر نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء. فإذا قلت من شر ما خلق فأول ما يدخل به نفسك، كما جاء في خطبة الحاجة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقول من شر ما خلق يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قيل إنه الليل، وقيل إنه القمر، والصحيح أنه عام لهذا وهذا. أما كونه الليل فلأن الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وكما نعلم جميعا أن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش، فلذلك السعادة من شر الغاسق أي الليل. وأما القمر فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى عائشة القمر وقال: هذا هو الغاسق. وإنما كان غاسقا لأن سلطانه يكون في الليل. وقول من شر غاسق إذا وقب هو معطوف على من شر ما خلق، من باب عطف الخاص على العام، لأن الغاسق من مخلوقات الله عز وجل. وقوله إذا وقب أي إذا دخل، فالليل إذا دخل بظلامه غاسق، وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فإنه غاسق، وهو ولا يكون ذلك إلا في الليل. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد هن الساحرات، يعقدن الحبال وغيرها، وتنفث بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على هذه العقد، على كل عقد تعقد ثم تنفث، تعقد ثم تنفث، تعقد ثم تنفث، وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصا معينا، فيؤثر هذا السحر بالنسبة للمسحور. وذكر الله النفاثات دون النفاثين لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء، فلهذا قال النفاثات في العقد. ويحتمل أن يقال أن النفاثات يعني الأنفس النفاثات، فيشمل الرجال والنساء. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هو الذي يكره نعمة الله عليك، فتجده يضيق ذرعا إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك فيحسده. ولكن الحساد نوعان: نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره، لكن لا يتعرض للمحسود بشيء، تجده مهموما مغموما من نعم الله على غيره، لكن لا يعتدي على صاحبه. والشر والبلاء إنما هو بالحاسد متى؟ إذا حسد. ولهذا قال إذا حسد. ومن حسد الحاسد العين التي تصيب المعان،
يكون هذا الرجل نسأل الله العافية عنده كراهة لإنعام الله على الغير، فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة معنى لا نستطيع أن نصفه لأنه مجهول، فيصيب بالعين من تسلط عليه، أحيانا يموت وأحيانا يمرض وأحيانا يجن، حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف اشتغاله، ربما يصيب السيارة بالعين وتنكسر أو تتعطل، ربما يصيب رفاعة الماء حراس الأرض، المهم أن العين حق تصيب بإذن الله عز وجل. ذكر الله عز وجل النفاذات في العقد، والثاني من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب، الغاسق إذا وقب، النفاثات في العقد، الحاسد إذا حسد، لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفيا، الليل ستر وغشاء، والليل إذا يغشى يكمن فيه الشر ولا يعلم به. النفاثات بالعقد أيضا كذلك، السحر خفي ما يعلم، الحاسد إذا حسد، العائن أيضا خفي، تأتي العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس إليه ومع ذلك يصيبك بالعين. لهذه الأمور، لهذا السبب خص الله هذه الأمور الثلاثة، الغاسق إذا وقب، والنفاذات في العقد، والحاسد إذا حسد، وإلا فهي داخلة في قوله من شر ما خلق. فإذا قال قائل ما هو الطريق إلى التخلص من هذه الشرور الثلاثة، قلنا الطريق إلى التخلص أن يعلق الإنسان قلبه بربه ويفوض أمره إليه ويحقق التوكل على الله ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء. وما كثر أمر الناس في الآونة الأخيرة من السحرة والحساد وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله وضعف توكلهم بالله عز وجل، على الله عز وجل، وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون. وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سد يأجوج ومأجوج، لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شيئا، ومن عرف فقد يغفل كثيرا، ومن قرأها فقلبه غير حاضر، وكل هذا نقص. ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا من شرور كثيرة.